السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا اخوان. هذا ما شاء الله بلابلنا، هذا بلبل تايلندي فحل، وهذيك نفية، وهذا المقباي تبارك الله. هذول ضحاك اثنين تايلندي بلشنا تبارك الله بالتركيب والانتاج. هذا ما شاء الله تبارك الله قناه الحضان. هني بعد زدنا بعد بالحضان، خلينا الناحية هذه مثل ما ذكرنا بالأول، كلها طيور الانتاج. سيركب العجل هذا إن شاء الله. بس الله يبارك لنا وياكم. وقلنا كم زوج نشوف، حاول بعد نزيد بالحضان بعد. شلنا كراسينا بما أن الصيف جاي، شلنا كراسينا هذه، فضينا الكبار هني كلها، ضفنا الخانات هذه تبارك الله. هذه خانات جديدة، إن شاء الله ننقل الشماسي الفانتيل وأزواج الزينة ننقلها هني ونخلي هذيك كلها للحضان. حطينا لنا تبارك الله المجنونة هذه المتسلغة، وهذا اللي يذكر ويانا خذينا لنا يا كريم فروخ صغار ما شاء الله كبروا الحين وبلشوا يتزاوجون. في منهم اللي باض هني تبارك الله، الله يوفقنا وياكم، دعواتكم لنا بالبركة. هذا زوج لاهور تاج أخوي أبو عبد الوهاب عارف المطيري. هذه بعض من الانتاجات اللي باقية إن شاء الله بنركبها. وهذه بعد هني ما شاء الله تبارك الرحمن، ركبنا لنا زوج بلبل تايلندي فحصناه، طلعوا لنا نثية وفحل، حطيناهم بالقفص هذا، ربنا يبارك لنا فيهم وينتجون إن شاء الله. كل شيء توفيق من الله. التغيرات اللي صارت وشجرتنا هذه وقفت ما طالت، لكن ما شاء الله اللي بين وياي ساقها جبر شوي. نوريكم جديدنا، الله يبارك لنا ويبارك لأبو سعيد ويانا. هذول ما شاء الله انتاج، هذه مصرية مصرية، هذه شوف شو اللي نازل من تحت، ما أدري شنو، حالنا نعالجها ما ضبط ويانا. تبارك الله، تعالي تعالي تعالي، اقول لك جفيرات داخل، تعال تعال صاحي قايس صاحي ها 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 لا لا تعال يا خبل تعال هذه الغالية، هذه الغالية الشبه هذه، الله يبارك لنا فيها.
ولا حب رمان مع سكاي كتر مع شماسي. محمد داخل يجي بيض ولا ماي؟ زوج مركبين هني. هذا من 2016 ما انتج. الظاهر ما عارف ينقز على النافية. قصير حيل فعشان كذي مو عارف ينقز على النافية. ربنا يبارك لنا وياك ووفقنا وياك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.